السلام عليكم خوتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه، واللي عنده صباح صباح الخير، واللي عنده مساء مساء الخير عليكم كاملين. ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والموضوع ديالنا اليوم هو كيف شفتوا في لامينياتور على الخير، الخير اللي قلل في هذا الزمان، شنو هو السبب وشنو هو المشكل اللي كاين؟ اليوم غادي نناقشوه ان شاء الله باذن الله. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك ومن الاشتراك باش تدعمونا. ونبداو بسم الله. الخير هو اي حاجه الناس كلها تتبغيه، طبعا اصحاب الفطر السليمه، وكيف كيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن يعمل خيرا ومن يعمل مثقال ذره خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. وقوله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. واليوم احنا تنشوفوا أن الناس ولات تخاف دير الخير، ولات تخاف دير الخير، والسبب أن الناس كثروا ناكري الجميل، ناكر الجميل. الناس اللي ولاو كيف تنشوفوا في عرس الأسطوري اللي هو المحتوى الرائج حاليا في منصة اليوتيوب، أن واحد سيدة سعاد وقفت مع واحد البنت، وقفت معها بحال بنتها، لأن الأم ديالها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقفت معها باش خلات لها العرس ديالها عرس أسطوري، كل شي كيحكي عليه، كل شي كيحكي ويتحكى به. وان رغم ان ماشي هي السيده اللي صرفات، ان كاينه محسنه اللي تكلفت لها بالعرس، ولكن راه كنعرفوا بان النظام هو اللي تيخلي ديك الحفله انها تطلع. كيف قلت؟ النظام، النظام اللي وقفت عليه السيده سعاد، وقفت عليه مزيان، من غير ان شفناها مشات شافت لباس الام ديالها لخواتاتها الصغار، وقفت معاها بمعنى الكلمه، وقفت الرجال، كبرت بها، حنات لها نهار ضريب الصداق الام ديالها، حنات لها الحماه ديالها، يعني كبرت بها باش تهلات في حماتها، باش انها هي تهلا فيها، باش تهلا في عروستها. وكانت بالطوموبيل ديالها تتحرك، يعني هادشي شفناه، هادشي شفناه في مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا السيده كيفاش كانت تتمشي بطوموبيلتها، والسيده عندها مصاريف، عندها ولادها، ما عندهاش اللي كيصرف عليهم، الزوج اللي غيصرف لها على دار هو داخل السجن. والسيده كانت كتقوم بمهمه صعبه، ووقفات وقادات وعطاتها، حتى الناس اللي صيفطوا لها الفلوس، المحسنين صيفطوهم في الاسم ديال السيده سعاد، خرجت تقول بان بقات لها واحد النهار 200 درهم من شرات لها الكادو ديال واحد السيده، قالت لها شري به شال لراسك، قالت لها انا ما بغيتش نشري به شال، وشريت لك انت جوج قميصات. يعني هاد السيده دارت واحد الخير كبير. واليوم تنتفاجئوا وقبل ذلك، يعني كيف قلنا كلشي وثقوه بفيديوهات على منصه اليوتيوب، يعني حتى الكوافوره تكلفت لها بها اي حاجه، الماكله ديالها باش جابت لها الماكله لعند الكوافوره. واليوم اللي تنتفاجئوا به انه السيده خرجت بلا عشاء، خرجت بلا عشاء، جراو عليها بهذا المفهوم، خرجت بلا عشاء بحكم ان كانوا تيتغمزوا، قالت لك عليها كانوا مهم قلوا من قيمتها، مع العلم هي وقفات معاها وقفه ديال الرجال كيف تنقولوا، يعني راه ماشي بالساهل. كيقول المثله تيقول لك اللي تيقول الفرح ساهل يسقيه غير بالماء، يسقيه غير بالماء. وشفنا بانه فعلا عرس اسطوري منظم، كل شيء هو هذاك،
وفي الاخير انها كانت فاجئه بان هاد السيده اللي دارت هاد الخير ووقفت معاها بحال بنتها، انها خرجت طالع لها الدم، خرجت انها ما كبرتش بيها. ولكن انا ما تنلومش البنت الصغيره، كتبقى هذيك صغيره لان اصلا هي قصير وتزوجت واخا قصير. انا تنلوم الوالدين اللي شافوها شنو دارت مع بنتهم، اللي الام اللي غادي تبقى تابعه بنتها عند الكوافور، تابعه بنتها عند النقافه، تابعه بنتها عند التريتور، تابعه بنتها عند لهنا لهنا لهنا، هي ريحتها من هاد المهام. السيده تهلك رجليها وتهلك الطوموبيلتها بقوه المشو والمجو، واللي مدوز الفرح كله راه غادي يحس بهاد السيده مسكينه كيفاش وقفات وكيفاش ضربات التماره. وان في الاخير كلمه شكر، فعوض بان كلمه شكر خصها تقال لها. هاد السيده فين كانت خارجه طالع لها الدم وبلا عشا، كان نورمالمون الوالدين، واخا نقولوا البنت مازال صغيره وكان خاص حتى العروسه تبعها وتكشيتها من البرزه وتقول لها لا خيرك انتي فوق الراس، خصك تجلسي، بلا بيك انتي ما كانتش هاد الليله غتطلع هكا. خصنا الاعتراف بالجميل، خصنا نعترفوا لها. ووالديها يقولوا لها ما يمكنش، الا كانت بنتنا صغيره ولا غلطات ولا ما عرفاتش ولا قالت شي حاجه ماشي هي هذيك، حنا الوالدين حنا الكبار، حنا اللي بالعقل، ما يمكنش بلا بيك هاد العرس ما كيسوى حتى شي حاجه، لان انتي هي جنود الخفاء، انتي هي اللي وقفتي، انتي هي اللي طلعتي هاد الليله هكا، انتي اللي نظمتي كل شيء، انتي اللي جبتي كوافوره طلعت لنا بنتنا ايه في الجمال. مع العلم راه كاينين الناس كيعطيو فلوسهم وما تيطلعوش زوينين، الكوافوره ما كتقدلهمش مزيان. انتي اللي جبتي لنا نقافه لبستها احسن لباس واللي واتاها وجمعاها، انتي اللي جبتي لنا تريتور، انتي اللي هاد الناس كلهم تعاملوا معنا على وجهك انتي. ما فيها بس اننا نعترفوا لها، نعترفوا لها بالجميل. فعلا هاد السيده راه خدات من وقتها، طوموبيلتها راه كتمشي بها، كتمشي بالمازوط ما كتمشيش بالماء. علاش غادي ننكروا الخير؟ علاش ولينا في هاد الزمان هكا؟ ان فين قربات صافي العروسه تسالي والعرس يتسالى، صافي في البلاصه في البلاصه في البلاصه نكرنا لها الجميل. علاش؟ علاش هادشي؟ ومع العلم هاد السيده ماشي وقفت معاها غير في العرس، هاد السيده وقفت معاها من النهار فاش طاحت في المشكل، النهار اللي وقع لها المشكل وقفت معاها، هي اللي وراتها السوشيال ميديا، هي اللي بارطاجات لها الفيديوهات ديالها، هي اللي طلبت الناس يتعاونوا معاها. واليوم ضربتي لها كل شيء في الزيرو. علاش؟ علاش كتخليو الناس تخاف تدير الخير؟ الناس راها لاحظت هادشي في السوشيال ميديا، شافت هاد السيده كيفاش وقفت معاك كانها وحده من بناتها، واليوم ضربتي لها كل شيء في الزيرو. وكيف قلت هي اللي عرفاتك للناس، هي اللي خلات الناس يتعاطفوا معاك، هي اللي خلات المحسنين يتعرفوا عليك وداروا لك عرس اسطوري. هما دفعوا الماده يعني المال فقط، اما النظام كان ديال السيده سعاد. علاش كتخليو الناس انها تخاف تبدير الخير؟ كتقول غندير الخير غيرجع لي بومزوي كيف كنقولوا، اولا كي كتقول مثلا ناكر الجميل كالمياه المالحه مهما ضفت له سكرا لا تحلو ابدا. علاش؟ علاش كنتمنى 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 صراحه منك العروسه طبعا والوالدين ديالها انكم تقدموا اعتذار لهذه السيده، تخليوا الناس ان تعرف مازال الخير في الدنيا، مازال الخير في الدنيا، اما بهذه الطريقه كتضربوا كل شيء. خليوا الناس اللي يبغى يدير الخير ما تفقدوهش الامل، خليوا عنده امل مع الله سبحانه وتعالى طبعا، وعاد عنده مع الناس. ما تخليوش بحال هي تخرج خرجت انها تتندم على انها دارت هذا الشيء، ما تخليوش الناس انها توصل لهذا المستوى. طبعا نتوما كحاله
اما بالنسبه انا كنهضر بصفه عامه، الناس اللي كتنكر الجميل كيف ما بغى يكون الحال، سواء بالماده سواء واخا يكون غير كلمه طيبه، ما تخليوش انسان انه يندم واحد النهار حيت قال ديك الكلمه. وكنتمنى ان الميساج يكون وصل، ولا عجبكم الفيديو كيف قلت في الاول الفيديو ما تنسوناش من اللايك ومن الاشتراك باش تدعمونا فضلا وليس امرا.